انت قلت لي ان ده ميسي. بتحب ميسي؟ انا كمان بحب ميسي. لا انا بحب كريستيانو وبحب رونالدو. انا بحب كريستيانو وما بحبش ميسي. انا بحب رونالدو جدا هو كمان. لا بس ميسي ممتاز ممتاز. هما الاثنين ممتازين. وده مين المحترم ده؟ ده بهلوان. كمل. ايه ده مين؟ ميسي برضك ده؟ طيب. واحد انا حلاق حزاحه لسه طالع من صالون حلاقه حاجه زي كده. تمام. انت موهوب. بس 13 سنه ونص. اللوحه ديت ما قلتليش بتعبر عن ايه؟ عبر عن صحه الانسان وصحته النفسيه. الانسان وصحته النفسيه. الطفله الجميله دي بتعبر عن ايه يا كريم؟ كريم متولي عوض، صح الاسم؟ كريم متولي رجب. رجب، كريم متولي رجب. اهو كريم 13 سنه ونص. كريم صدقني المتابعين عندي مش هيصدقوا ان انت 13 سنه ونص. او كريم ميجا. انت عايز الفيلم اسم الفني بتاعك ايه؟ ميجا. اسمه ايه؟ كريم ميجا. كريم ميجا. طيب ماشي. شايفه الاسم بتاع دي اللي خطيره. مسميها ايه دي؟ حاول تسمي لوحاتك. طب بتعبر عن ايه؟ عن الحزن والكبرياء برضه. حزن وكبرياء، جميلة. والقمر ديت عن الزعل برضه. الحزن. نكمل. انت بقى اللي هتشرح لي دي. دي مكتوبة معانا. انا عارفه انه مكتوب، انا عايزاك انت تقراه لي. هو مكتوب معنا. طب وضحه لي اكتر، اشرحه لي. انا لماذا ابات زعلان؟ طب انت ليه بتبات زعلان؟ مش انا. ماشي يا عم. مين اللي عايز تفتح قلبه يا كريم؟ مفيش حد. امال دي بتعبر عن ايه لوحدي؟ عن حاجات كتير يعني. زي كل الصور دي بتعبر عن حاجات كتير يعني، مش لازم يعني التحديد بالذات. انت عايز تخليها غامضه كده؟ ده بيقول لك ايه؟ كل ما تمشي كتير ربنا يرزقك كتير. تمام. الوقت. الوقت يجري. الوقت من ذهب. لا أتكلم. ليه ما تتكلمش؟ مش حكاية لا أتكلم برضه. أمال حكاية إيه؟ يعني حكاية اللي هو واحد، يعني واحد أو واحدة اللي هو إيه؟ حد بيتكلم معاه وهو كاتب جواه حاجات كتير جدا. كاتب. حلو. بس انا مش عايزاك تكتم يا عم الحاج. انا كتبت بتاعت اختي. كانت زي كانت اختك في المؤسسه هناك؟ اختي. ايوه. اسمها؟ ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ندى محمد. عسل. ليه نص وش؟ ليه نص وجه؟ اصلا بنحب اكتر حاجه بنحب نسمع اللي هي نص وش دي اكتر. يعني بتحب الناس غامضين ما تعرفش كل حاجه عنهم، جزء من حياتهم بس؟ مش حكايات كده. انا بنحب اصلا بنرسم نص الوش اكتر حاجه بنحب نعملها. نص الوش ودي كسرت وش. بتفكر ولا حزينه؟ دي تشبه واحد بنت انا نعرفها برضه، بس دي من هنا من عندكم بقى، اللي هو الوش ده تشبه حد من عندكم من هنا برضه. طيب ومين المتأملة دي؟ دي جابها من السجارة. ماشي تمام. والقمرية دي؟ روسية. روسية. احنا لما تكبر بقى وتخرج من الكلية نجوزكوا واحدة روسية، طالما أنت معجب بالروسيات.
وديت مين الشمعة اللي بتحترق دي اللي تضيء لغيرها؟ الشمعة بتحترق زي عبارة عن ايه مثلا؟ شمعدان. لا 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 ده حاجة أكبر من كده شوية. شمعدان ده بقى شركة بسكوت صح؟ لا ده زمان على أيام السمعدان. شمعدان ده شركة بسكوت اللي هو المدور. لا ده هو قصده على حاجة تانية، قصده على الراقصات اللي كانوا بيرقصوا بالشمعدان صح؟ أه. لا دي حاجة تانية خالص، كريم قصده حاجة تانية. ما قلتش يعني مش عايز تقول؟ من تلك المنقبة؟ انا جبت دي عشان كنت في حد تشبه حد عشان نشبه بها حد بس مش بالظبط، لكن اما بقى الحاجات دي ممكن تشبه منها لكن النص ده ما تشبهش منها. ومن تلك المحجبة؟ دي واحدة كنت عاوز نعمل وراها علم علم اسمه ده مصر؟ لا مش مصر. علم ايه؟ اسمه مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علم ايه؟ اسمه علم تركيا. علم ايه بقى؟ بلد عربية برضه. بلد عربية. السعودية مثلا؟ سوريا. سوريا. يبقى واحدة سورية. ومين اللي الست اللي لها وجهين دي؟ حاطط الوش اللي هو بيضحك قدام الناس ما حدش عارف اللي ورا الكلام ده. كلام كبير برضه. قمة الحنان دي بقى بتمثل لك ايه الصورة دي؟ قمة الحنان الايد دي بتمثل لك ايه؟ واحد لما بيكون عاوز حاجة يعني بيكون عاوز حاجة وحشة قوي لما يكون يعني زي عارفه كتاب تلاقي الارواح ده اللي هو طلع في فيلم بتاع يعني في حاجه يعني زي ايه مثلا حد يكون بعيد عنك وانت عارفه من زمان ومره واحده اتقابلت تاني تكوني وحشه جامد وحد انت بتحبيه تكوني وحشه جامد بتكون عاوزه 24 ساعه معاك. فهمك. والقمر دي مين؟ قمر جايبه من الانستجرام. وكل القمرات جايبه من الانستجرام؟ طيب ماشي خلاص دي اخر لوحه مش كده؟ طيب تمام. كل سنه وانت طيب يا كريم. حلو. كارت معايدة جميل. كانت دي عاوزاها تتعمل زي اللي كانت 2022 دي كانت عاوزة تتعمل جرافيك. حلوة بجد. اللون ال 22 يبان اكتر. طب دي بتمثل ايه بقى؟ مكعب. تمام. اقرا لي يا باشا اقرا لي. بسوق يعطيك ربك فطرت. جميلة. ان شاء الله يا كريم. بسوق يعطيك ربك فطرت. انت واحنا وولادنا وولادنا اللي هنا وولادنا اللي في البيت. ان شاء الله. ان شاء الله. الله جميلة. بتمثل ايه بالنسبة لك؟ مثل اللي زي وجه في نفس الوقت قمر. تمام. في نفس الوقت ورد في نفس الوقت شمس في كذا حاجة في كذا حاجة كده في نفس الوقت زي مراكب والكلام ده كله يعني حاجات متلخبطة في بعض. والشجرة دي بتمثل لك ايه؟ انا مش عارف رسمتها كده جت معايا كده رسمتها كده. 22 كنا عاوزين اعملها جرافيك زي القلب دي. حلو. بس ده قلب مين يا كريم؟ قلبك قلب حد بتحبه هنا من
من الناس اللي انت بتحبهم هنا سواء كان زمايلك ولا اساتذتك ولا مش قلب حد؟